السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا مشاركين الحاليين ومشاركين المحتملين الجدد. إذا موضوع حصتنا هذه سيتعلق أو سنتناول فيه بطبيعة الحال المبادرات التي أخذنا على عاتقنا فيها أو المسيرة في هذه الأيام، هي الآفاق ديال بعض الشعاب من بعد الحصول على الإجازة. وبالتالي فالآن غنشوفو لك أهم الآفاق ديال الشعبات الجغرافية بعد الحصول على الإجازة في هذه الشعبة. إذا أهم آفاق ديال الشعبات الجغرافية بعد الحصول على الإجازة، ممكن للطالب أن يعمل بإحدى المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، أو أن يلجأ التعليم، خاصة أن يدرس مادة الاجتماعيات بالإعدادي والثانوي، وكذلك التعليم الابتدائي، أو أن يلجأ عالم البحث العلمي. هناك إمكانية العمل في المؤسسات المعنية بإعداد التراب والتعمير، وأيضا إمكانية العمل في مؤسسات ديال التخطيط والتهيئة وتدبير الشأن المحلي وتدبير الموارد الطبيعية والبشرية. وكذلك يمكن أن يلتحق أو كإطار بالمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، وأيضا يمكن أن يلجأ كإطار في المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي أو العمل في البحث العلمي الجغرافي. وبطبيعة الحال ممكن أنه يكمل الدراسة ديالو في سلك الماستر والدكتوراه، أو أن يلتحق كأستاذ بطبيعة الحال من بعد الحصول ديالو على الدكتوراه كأستاذ التعليم العالي بالكلية بعد حصوله على الدكتوراه. كما يمكن للحاصل على الإجازة الجغرافية أن يعمل بإحدى المؤسسات المعنية ببرامج البيئة والماء وتدبير المخاطر البيئية. وهناك أخرى إمكانية أخرى، هي العمل في المؤسسات التي تعني بالسياحة. إذا سأعيد أهم الآفاق للشعبات الجغرافية بعد الحصول على الإجازة. قلنا أنه يمكن للطالب بعد حصوله على الإجازة أن يلتحق أو يعمل في إحدى المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، كذلك تدريس مادة الاجتماعيات والإعداد والثانوي والتعليم الإبتدائي، أو أن يرجع عالم البحث العلمي. كذلك إمكانية العمل في مؤسسات المعنية بإعداد التراب والتعمير، أيضا إمكانية العمل في مؤسسات التخطيط والتهيئة وتدبير الشأن المحلي وتدبير الموارد الطبيعية والبشرية، كذلك العمل كإطار في مؤسسات ذات طابع اجتماعي، أو العمل كإطار في مؤسسات ذات طابع اجتماعي كما قلت، أو العمل في البحث العلمي الجغرافي. أو هناك إمكانية ديال إكمال الدراسة في سلك الماستر والدكتوراه، ومن بعد أن يصبح أستاذ ديال التعليم العالي بعد حصوله على الدكتوراه. هناك إمكانية الالتحاق بالمؤسسات المعنية بالبرامج البيئية والماء وتدبير المخاطر البيئية، وأيضا العمل في المؤسسات التي تعنى بالسياحة. إذا ليست هذه مجمل الآفاق، هناك آفاق أخرى لم أذكرها. وطبيعة الحال القطاع الخاص هو يكمل القطاع العام. ونصل إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشاركين، وأمسية سعيدة وليلة ممتعة، وبالتوفيق والنجاح.